كلمة أخيرة، نعم أم لا، هل سترد إسرائيل؟ هترد هترد يوم ليلة 7 أكتوبر علشان على تغير إيران؟ التاريخ؟ من المحتمل، يعني الرد جاهز، لكن مشكلته ان هو هيعدي من دول اخرى ومجالها الجوي، يعني نعم. شايف المشكلة السياسية اكبر من الرد العسكري. نعم. كلمة أخيرة، هل يعني ستساعد إيران إن ردت إسرائيل؟ هل سندخل في حرب إقليمية؟ بالتأكيد لا، تحاول إيران بقدر الإمكان عدم الدخول في حرب إقليمية. وختاما أنا أحب أن أؤكد أنه هذا المشهد أو اهتراء الأوضاع السياسية ولا العسكرية هي نتيجة لاهتراء الأوضاع العسكرية واهتراء الجيوش في المناطق العربية، وبالتالي لابد أن تحافظ القوى العربية على جيوشها. أشكركم، شكرا جزيلا. الأحداث متلاحقة ويعني بطريقة أكبر من إن احنا نقعد نقدر نحلل كل كلمة وكل حرف، لأنها متلاحقة مش عارفين نتكلم عن إيه ولا إيه، ولكن انتهى وقت الحلقة. أشكركم شكرا جزيلا الوقت يا دكتور هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، نورتنا. والدكتور أسامة الشعص أستاذ العلاقات الدولية، نورتنا. والدكتور محمد خيري الباحث في الفلسفة السياسية والمتخصص في الشؤون الإيرانية، أشكرك شكرا جزيلا، نورتنا. أشكركم شكرا جزيلا، نشوفكم إن شاء الله يوم الأحد في مصر جديدة.